عسلامتكم يا توانسة، إن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية وعاملين جو. الحلقة الأخيرة باش نحكي آخر مرة في المسلسلات، وإن شاء الله يمن عاش العام الجاي، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للزملاء والزميلات والناس اللي خدمت على رواحها الكل. يظهر لي فما حاجة ما فهمناهاش احنا في خضم البوليميك هذه اللي قايمة على المسلسلات من اللي بدأت لنا الكورونا. تقول شاينا عنا كل شيء مريقل في البلاد، عنا كان مسلسلات لازمنا نستويوهم، مش مشكلة ميسي لشانا نفسرو. فما برشا الناس يظهر لي ما همش فهمين المسلسل، خاطر يظهر لي خرجت كلمة ترفيه، وكاينو ترفيه بلاش، معناها ترفيه ساعة موش بلاش، راه ترفيه اقتصاد. معناها ديزني لاند مثلا اللي هي مؤسسة كبيرة ياسر في الترفيه، تعمل في ديشيف دافير قويين ياسر، معناتها قد يمكن ميزانية البلاد متاعنا. هذايا باش نفهموا اللي راهو الترفيه مش معناتها ما فيش اقتصاد، ما فيش سوق، ما فيش مرشي، ما فيش ناس تخدم، ما فيش حركة اقتصادية. كما المسلسل بالضبط، مسلسل فيه عباد تخدم، فيه ريجي، فيه كماين، فيه ضو، فيه دي كوستيوم، ناس تخدم، اكيبات، معناتها سورتو يبدا فيلم ديبوك ولا فيلم قديم ولا فيلم تاريخي، راهو فما ناس تخدم، معناتها خدمتها تمشي تشوف. مثلا كان عندك جندي الماني في الاربعين، في سنوات الاربعين، راهو باش تمشي المراه ولا السيد باش يحل كتبه ويشوف كيفاش كانوا يلبسوا، كيفاش كانوا يمشطوا شعوراتهم، معناتها يعمل ريشيرش، معناتها خدمه ماهيش مش على خاطر ترفيه، معناها راهو ناس ما عندها ما تعمل، ولا ناس تعمل فيها على الجو، ولا ناس تعمل فيها باش تتعدى في التيلي والعباد يقولوا لهم احلاكم. لا، انا الاوان باش نفيقوا ونتعاملوا مع المنتوج التلفزي، ما نقولش المنتوج الثقافي، خاطر الترفيه يدخل في الثقافه زاده، والثقافه هي اللي تحدد الترفيه. ريتو كيفاش؟ دونك يفضلكم الناس تخدم على رواحها. ما نحبش الهجمات هذوما على الواحد، على الناس اللي تخدم على رواحها، اللي يخدم ربي عينه. عبد الحميد بوشناق مثلا ناخذوا على سبيل المثال، اللي ما حبش يهبط، مش ما حبش يهبط، معناتها امور صعيبه وكريز وما يخلصوش المسلسلات في تونس، خلينا نقولوها الحكايه هذه. ما عندناش سوق نتاع متفرجين كبار، ما عندناش مستشهرين برشا، ما عندناش مستثمرين. دونك اذا ماناش باش نفهموا الوضعيه الاقتصاديه للمسلسل وللمسلسلات وللقطاع السمعي البصري وللثقافه بصفه عامه، يفضلكم راهو ما نجموش نحكيو في معاني في الفون، اسكو عنده الحق ولا ما عندوش الحق. اذا كان انسان ماهوش مدعم ماخذ فلوس الدوله يعمل في حاجه نتاعو بفلوسه الخاصه، هذا يعني انه حر طليق يعمل كيما يحب، ينجم حتى مثلا ما يعديهش يفسخوا ولا يحرقهم لبوبين ولا السسمو تاع مخي في البوبين انا مازال. دونك يعايشكم، نحترموا الناس اللي تخدم، ما تهجولناش المخرجين، ما تهجولناش الشباب، ما تهجولناش الطب، يفضلكم. عندنا ماجي هاكا تاو ديجا شرد سرح على روحه، مره في دبي، مره يلوقه هاكا من بلاد لبلاد، ان شاء الله ربي يرجعوا لنا. ما تكملوش تهجولنا عبد الحميد بوشناق، ما تهجولناش الشباب وتفدوهم وطلعوا لهم في رواحهم. نركزوا شويه مع الخدمه، نحاولوا نكونوا خلاقين، نحاولوا نكونوا كونستركتيف. صحيح عندهم الحق يتحسوا الناس اللي عايشه لبرا، على خاطر هذاك الحل الوحيد باش يشوفوها في الواحد على الانترنت، اما راهو مثالش نوسعوا بالنا مع بعضنا، نفهموا اللي هو ماهيش هوايه، ماهوش ستار اكاديمي اخراج مسلسل والا تمثيل والا برنامج تلفزي والا حصه اذاعيه. راهنا الناس نخدموا، راهم الناس تتعب، وراهي ناس قاعده تصرف من عندها، من فلوسها تجيب في العباد، تكل في وجهها عند الاسبونسور، من هنا لله يا محسنين، هات من هنا باش يكمل من مكتوبه، هاو رهن دارو. تقول لي انت شو مدخلك؟ ما عندك حتى دخل. هو إلي لو ماتر دو سون اوفر، ابارتيغ دو مومون او هو إلي لو ماتر دو سون اوفر، نحترموا حريه العباد ونحترموا خدمه العباد. اذا كان تحبونا نتطوروا، سينو هنا قاعدين كل عام سايبين الدنيا كل وشادين على المسلسلات، مشاكل العالم ومشاكل البلاد وعشرة سنين ثورة وتوافق وكلهم اليوم باش نحطوهم على راس المسلسلات. دونك فرجة سعيدة وفرجة طيبة وحظ سعيد للناس الكل، واللي نجح ربي يجيبه في الصواب، واللي ما نجحش عام الجاي إن شاء الله. وخليولنا بربي الشباب يخدم يعيشكم، ما تهجولناش الشباب، ما تهجولناش الطب، ما تهجولناش الصنايعية، حشتنا بيهم، تونس ما استحقت لهم. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.